بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا الكريم محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أود في البداية أن أحيي عموم أبناء هذا الوطن الحرار والحرائر، وعلى رأسهم أبناء الريف على تضحياتهم الجسام وعلى عفهم إلى جانب إخوانهم في السجون، وخصوصا المعتقلين السياسيين على خلفية حراك الريف. إخواني أخواتي، تكون تعرفوا واحد القضية اللي خصني يكون فيها واضح وضوح الشمس النهار، أن ما صدر من المدعو إسحاق شارية بخصوص أن هناك مؤامرة على ملك البلاد، وأن الطرف فيها هو المسمى إلياس العمري، لا أساس له من الصحة، لأنه ما كان للأس موسى في حينه أو أسكت في حينه لو أن أمره وقع فعلا. فبالرغم من خلافي واختلافي مع خصومي وحتى أعداء كان للأعداء، فلا يمكن أن أستيري عليهم أو أشهد الزور بحقهم، لأنه ليس من أخلاق هذه الأمور. فما جاء على لسان إسحاق شارية يوم 21/11/2017 بمقر محكمة استئنافية الدار البيضاء لا أساس له من الصحة أصلا. فبالتالي أقول أنه هذه مجرد مغالطات، مجرد افتراءات لا أساس لها من الصحة. وعلى أساس هذه المسألة هذه، يوم الخميس حضرت الفرقة الوطنية إلى المؤسسة السجنية، وقبل ذلك فأن الرئيس المعقل عندما يقارب مع 48 دقائق لغاية التحلية سميتو الشمر الزنزانة ديالي الانفرادية، ومعه واحد الموظف آخر اللي غيقول الدين أن المدير مشترك. وفعلا سألتو علاش باغيني المدير، قال لي راه الأمرين لا أعرفوه. مشيت معاه ملي وصلت للإدارة، تقريبا الإدارة غادي نتفاجئ بوجود ناس ديال الفرقة الوطنية. فعلا دخلت للمكتب ديال المدير وسألتو شنو كاين، قال لي ودي راه الناس ديال الفرقة باغياك تمشي معاها. هذا سميتهم ليس قلت علاش ما بغاوش يجيبوا لنا الفرقه، فقلت انني احتاج معهم الا بحضور او سمح لي بالاستشاره مع المحامي ديالي بخصوص هذه القضيه هذه. بعد ذلك دخلنا في نقاشين واخذ ورد لما يقارب ساعتين، لان هاد الناس هادو ما قدرش نمشي معهم لانهم اعتبروا خصومي، بدليل ان الناس هادو صوروا لي فيديو داخل الفرقه الوطنيه وانا عريان. طبعا أخص إدارة الفرقة الوطنية القديمة قررت ما يبدو هذه الجديدة دابا. لذلك فرفضت، لأن تعرضت للتعذيب وتعرضت للتعذيب الجسدي والنفسي للأمور كثيرة وهي معروفة عند الجميع، فرفضت أنني نمشي معهم. المهم بقاو ديك الساعة كياخذوني لا غادي تمشي، راه ما كاين والو ما كاين هذه. وني فطلبت منهم الأمر ديال التقديم للإدارة ديال الفرقة الوطنية من طرف السيد وكيل العام للملك محكمة استئنافية الدار البيضاء، فجاوز ذاك القرار ولقيت فيها أنه بخصوص ما صرح به إسحاق شارية ذاك النهار ديال المحاكمة. فبالتالي قلت لهم أنني أنا ما غنخرج من هنا إلا بهذا المحامي، رفضوا بشكل صارم وقالوا لي أنه قالوا لي ما يسمح لك هذا الشيء. لذلك فأنا صريت على هذه المسألة لأتفاجأ أنه غيجي عندي مدير غيقول لي ودي راه محتاجك للمدير الجهوي في البيرو ديالو. طلعت للبيرو فوق وجلست معاه وجاب لي واحد القهوة، كيف أنا قبل كنهضروا أودي إلا ما كنتش باغي تمشي معاهم راه ديك الرسالة غادي ديرها يعني كتابة وتعطيها للسيد الوكيل العام. فعلا رجعت لسميتو، رجعت للزنزانة ديالي خديت واحد الرسالة غنصرح بها ردا على ما يعني ما روج من مغالطات وافتراءات إسحاق شارية. رجعت خديت الرساله، رجعت قلت لها هي الرساله هذه مشاو داروا ليها الكوبيا وغيرها من الامور. المهم كنش نشرح لكم التفاصيل كلها، ولكن اقول لكم انه كان هناك اتفاق سري بين اداره السجون وبين الفرقه الوطنيه وبين النائب وكيل العام اللي غادي يدير واحد المساله خطيره جدا. رجعت وخديت الرساله ديالي، خدا داروا ليها الكوبي من الاخر قال لي ودي راه النائب وكيل العام جاء راه كيف مع المدير تحت. مشيت جلست دخلت لهذو اللي اتفاجئ انه تضاعف الاعداد ديالنا ديال الفرقه الوطنيه اللي جاوا باش يهزوني الاخر. احتجيت على هذا الامر هذا وقلت السيد النائب وكيل العام انا ما نقدرش نمشي الا باستشاره المحامين ديالو والتواصل معهم، برفض بشكل قانوني. دخلنا في كلامين، قال لك تفضل جلس. ملي جلست معاه وسميتو كنتناقش معاه قلت له انا هاد الناس هادو هاد الناس خصوم ديالي، هاد الناس عذبوني، هاد الناس سربوا لي الفيديو ديالي وانا شي بعاري وغيرها من الامور. ما عندي مشكل اذا كانت الناس ديال الفرقه الوطنيه الدرك الامريكي انا غنمشي معاهم، ما عندي مشكل وغادي نصرح بما بالتصريح ديالي. قال لي لا وكذا. فاللحظه اللي كان
جالس فيها هو على جنب ديالي الرصاص، كان انفاس ديالي المدير الجهوي، كان حدايا المدير ديال المؤسسه التشجيعيه، كان معي واحد المسؤول اخر ديال الفرقه الوطنيه. انا في اللحظه اللي كنت كنتكلم معه قلت له نعطيك الرساله بدون ما غادي يمشي، وهذا التصريح ديالي ردا على ما ادعاه المحامي، اتفاجأ بانه كانت هناك يعني كان تخطيط اضطر له في مكتب المدير انه كان يتم تصويري بدون الاذن ديالي. فاحتجيت على هذه المساله وحيدت الرساله للنائب وكيل العام، قلت له اسمحني ما غنعطيكش لان كنتما مدبرين الاخر. فصفرت وجوههم جميعا لانني سميتو شديته هو كيصورني بدون الاذن ديالي. وهو للغريب الامر انه نفس الشخص اللي كان كيصورني في الفرقه الوطنيه وانا شبعاري، لما احتجيت قال لك لا راه ما كيصورش وكذا وهذا، ملي شي هرب داك الضابط اللي كان كيصورني فتدخل الله سبحانه وتعالى غادي تقلب البانطايه ديال التليفون غيبان انه كان كيدير الفيديو. بعد ذلك مشى بعيد خرج وقلت للنائب وكيل وحمل له النائب وكيل العام وحمل له المسؤوليه عام على ما جرى. فبعد ذلك طلب منهم يخرجوا، شديت مع قررت المكتب قررنا كنت كنتكلموا قلت لي انا ما نقدرش نخرج لان هاد الناس هادو راه خصوم ديالي وهاد الناس داروا لي. قال لي لا انا الضمارات غنمشي معك وعلي دينا ما بغيتش يعني ما نقدرش نخف لك ان نحاول نخف لكم ما نبقاش ندير لكم تفاصيل بزاف. فالغريب في الحق انه بعدها جا المدير وقلت المكتب حتى واحد التليفون ديالو باش يسجلوني انني كنتكلم هذه التصريحات. انا التصريحات ديالي واضح فيها وكنت واضح منذ بداية الحراك، ولا أخفي على أحد شيئا، ولا أخشى من الله لومة لائم، ولا أخاف أحدا مهما كانت مكانته أو سلطته ومهما كانت قيمته. فبالتالي كانت الشدة فوق سريا. بعد ذلك علمت واحد المسؤول مع الكوميسير ولا سميتو قال لي راه راسك تتكلم مع زعما كتكلم مع وكيل العام، كيف يعقل انك انت تتكلم مع باش يعطيك زعما الرخصه ديال التصوير وهذه ما كايناش قانونيه، وانت نسيتي بانه كاين الممثل ديال النيابه العامه راه كاين جالس حداك. اذا كانت هذه مؤامره بينكم باغينها على اساس انه يلصقوني بالاخر باش يمشيو يقطعوا ذاك الفيديو يلعبوا فيه كيما بغاو ويديروا لنا زعما. بعد ذلك ملي قال لي انني غادي نكون انا الضامن ديالك فمشيت معاه، مشيت معاهم الفرقه الوطنيه وداروا لي محضر ونفيد داك الشيء كله. قلت انه ما صرح عليه لا تحمل فيه مسؤوليه انا وهي التصريحات وتخصه هو، وليس هناك اي شيء سميتو مؤامره ولا يمكن ان استاريه او شيء تنزور في حق خصومي او حتى في الاعداء ديالي كانوا اعداء. تقريبا نهار كامل وانا تما. ملي رجعنا خرجنا الغريب رجعنا قربنا للعكاش ندخل للحبس، فاتفاجئ انهم عادوا حتى رجعوا حتى للفرقه الوطنيه اللي غنشوف تما رجعوا. وكيل العام قال لك راه حقا كاين واحد المساله اخرى انه ما صرح به زيان كذا. قلت له يمثلني زيان في تصريحاته، هو ما قال به وما قاله من اشياء وغيرها من الامور. ولكن الغريب انه لقيتهم امبريمو بعض الاقوال ماشي فتحوا فيها محضر، وانا وضعت علامه استفهام كبيره. لذلك اقول انه بعد ذلك ما وصلت حتى شي 6:45 ملي وصلت هناك قلت للمدير عطيني التليفون لان هذا النهار هذا حق ديالي في التليفون. قلت لها المدير الجهوي فاتفاجئ انه قال لي اصاحبي سير. ملي جيت انا نعيط لقيت التليفون تم تجميده. علاش؟ باش ما يخرجش هذا الشيء اللي وقع داخل المؤسسه الشيء. فبالتالي انا اقول ان كل هذه الاشياء يعني كل هذه الاشياء كانت مدبره وكانت متفق عليها جميعا، لانه لا يعقل انا غيزعم واحد الضابط اللي غيصور ناصر في داخل البيرو ديال المدير بدون اتفاق المدير او المسؤولين ديال المؤسسه يعني المؤسسه السجنيه. ولذلك ايها الاخوان والاخوات هذه الجريمه كان متفق عليها من طالما كان عليهم حمايه القانون وتسجيل في احسن صوره. ولاعود واقول بخلاصه انه ماشي شي واحد غيخرج يقول لك او قال لي ناصر بالي كذا. اذا كان شي واحد عنده ما يثبت بصحه ما يدعي فمرحبا اهلا وسهلا به فليدلي به. وأعود وأقول لكل من يستغل اسم ناصر الزفاف والحركة السياسية التي السياسية الضيقة ابحثوا عن مكان آخر لأننا لسنا دبا للركوب عليها. هو رب العزة وجلاله لو أن فعلا اتصل بي أي رهط ليصف حسابته السياسية لفضحته باسمي، وأنا كنت واضحا منذ بداية الحراك. وكذلك ما صرح به المسمى زيان لا يمثل إلا نفسه. نحن ليست لنا اي مطار سياسي، وانا يعني انا داخل القاعه ولما عرضت علي الفرقه الوطنيه الفيديو التصريحات ديال هاد الناس هادو انا استغربت بشكل غريب جدا. اقولها ان ما صرح به شاريان اسحاق شاريا ومحمد زيان من كلام بخصوص تقرير المصير الذي قال محمد زيان ان المسمى إلياس عمري كان يحاول أن يعني يطالب به ناصر الزفاف من أجل رفع سقف المطالب، وكذلك
ما قاله أستاذ المجلة إسحاق شاريا داخل المحكمة الاستئنافية في الدار البيضاء لا يمثلني بشيء، ما كان لناصر الزلزال أن يسكت أو يصمت على مثل هذه الأمور لو أنها وقعت فعلا. ولن أرحم أي انتهاز مهما كانت درجته أو مكانته، لهذا أقول للعلوس أقدام وعباد الكراسي والمتملقين والخزماشقيون الخونة دليل البغال أن الزلزال أشرف من أن تنال منه أمثالكم يا نجاة المجتمع. فالحراك شريف ومبارك وعظيم ومقدس، كل هذا من أجل أن تكسروا شوكة ناصر الزلزال، فهو رب العزة وجوله على حساب حياتي. الحمد لله حمدا كثيرا نحمد الله سبحانه وتعالى بالرغم من وجودنا في السجن، إلا أننا والحمد لله ثابتين صامدين مثابرين إلى أن تظهر الحقيقة، كل الحقيقة، والعالم كله يعرف أن هذا الحراك كان سلميا واضحا، وكل من يصف حسابته فليبحث عن مكان آخر، لأنني والله ورب العزة سأفضح كل من يريد الاستغراق بهذا الحراك. وتحية عالية إلى الحرار والحرائر الأبطال والصناديد، وإلى كل المتضامنين مع إخوانه في سجون العار، وإلى أهلنا وأحبابنا في الريف. أقول لكم أقبل أرجلكم واحدا تلو الآخر، وعلى رأسهم أبناء إنزون الصامدة الأحرار، وعلى رأس إخواننا في باقي المناطق بدون استثناء. تحية إجلال لكم وإخبار، تحية إجلال وإكبار لكم أيها الصناديد، لكم مني ألف ألف تحية وتحية.